الخبر الاولي عادنا عن انس الشايب وسبب بيسان اسماعيل فانتشر هذا المقطع على التيك توك. وبهذا المقطع كان بي انس الشايب دي يحكي بيه انه بيسان اسماعيل تلزق بيه هوايه، وانه كانت تطلع وياه باللايفات باليونه وعم مجمع شويه متابعين على حسابه. بنفس الوقت انه بيسان بس شافت حسابه بالانستغرام انهبلت، وان هي وياه عمود المصلحه. راح احطكم الفويس اسمعوا. ابو السلا هواي بيسان كانت بدايه تعرفنا انا وياه عن طريق اليوناو. تعرفنا عن طريق اليوناو وعرفت انه عندي صفحه انستغرام، وصارت كل يوم تلزق، صارت كل يوم تطلع عندي لايف يوناو، تطلع عندي لايف يوناو، ضل عندي بالساعات بالقسات عشان تجيب متابعين من اللي عندي على اليوناو. وهي اول ما شافت صفحه الانستغرام البنت انهبلت حاليا يعني، ومره ضفتها وشلت عنها الفولو بالغلط، وكنا على اليوناو قلت لها شلت عن الفولو من الحكاض ورجعت الفولو عنها. اوكي، نفس هذا انس شايب اللي كانت يقول بيسان زي اختي وحبيبتي وقريبا ان شاء الله راح تكون خطيبتي. اوكي، من واضح انه انس شايب هواي يحب بيسان، بحد يقول عليها دبقه. وطبعا طارق الباشا نزل مقطع على قناته باليوتيوب وفضح بيه انس شايب وحط له تسجيل خطير كلش. روحوا اسمعوا كان يحكي بيه على بيسان اسماعيل. قام اسمعوا، تعالوا اكتبوا لنا بالكومنتات شو رايكم بهذا الخبر وبانس شايب والحركات اللي قالها على بيسان اسماعيل، هل شو تتوقعون او لا؟ الخبر الثاني اللي عادنا عن مفاجآت اليوتيوبر، فأول يوتيوبر اللي عادنا هو نور مار. فنور مار نزل على سبب الانستغرام شوية ستوريات يعني، من خلالها انه راح ينزل مقطع على قناته باليوتيوب الساعة 4، راح يكون مقطع ناري، احطكم الستوريات شوفوها. هاي كيفكم يا جماعة الخير؟ مبدئيا بكره ان شاء الله في فيديو على اليوتيوب، الصراحة كنت ما مستعد انزل فيديو يوتيوب، بس بكره في فيديو على اليوتيوب الساعة 4 خليكم جاهزين على قناة الاساسية نور. الخبر الثالث اللي عدنا عن نور ستار وسفرها، فنور ستار نزلت على سبب الانستغرام هذا البوست اللي كانت كاتبه بيه سفرة بنات احزروا لوين رايحين. من الواضح انه حاليا بعد ما راح تقدر تصور نور ستار ويا بيسان وغيرها هذه الشله، بما انه راح تسافر فاكتب لنا يا حبايب بالكومنتات لوين تتوقعون نور ستار حتسافر. الخبر الرابع اللي عدنا عن محمد جواني وتهجم على بيسان اسماعيل. محمد جواني زعل سبب الانستغرام هذا الستوري اللي كان بواحد من المتابعين، كان قاعد يقول له انه اللي اشتهر من وراك صار يسوي نفسه انهم ما يعرفوك. ومن يوم محمد جواني ارجع فجواني صار يرد عليه انه انا وين وهن وين، اليوم راح تعرفوا وين انا حاليا واصل وين هم حاليا واصلين. فاكتبوا لنا يا حبايب بالكومنتات شاركوا بهذا الخبر وتهجم محمد جواني على بيسان اسماعيل. الخبر الخامس اللي عدنا عن تهجم المتابعين مو فلوكس على نارين بيوتي. في نارين بيوتي نزلت هذا المقطع على قناتها باليوتيوب، هواي من المتابعين صاروا يكتبوا لها انه صوري مقطع مو فلوكس ببيتك الجديد، لان هذول المتابعين يريدوا يتاكدون هل هم فعلا تصالحوا مثل ما بعض الاشخاص يقولون او مجرد كذبه مو اكثر. وصراحه من الواضح انهم حاليا ما متصالحين، ولا مجرد سووا هذه الاشياء عم يثبتون للناس انهم ماكو مشكله بيناتهم، لا اقل شيء يصوروا حتى لو ستوري، لانهم حاليا بدبي ما يصورون ويا بعض. ما ادري الصراحه، اكتبوا لي احبابي بكومنتات شو رايكم بهذا الخبر. وبس وصلنا لنهايه المقطع، اتمنى تحطون لايك وتدعمونا وبس. شوفوا مقطع طارق الباشا، مع السلامة.